اهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه بقى؟ احنا هنتكلم اقتصاد اقتصاد، وخلي بالك كل اللي على الترابيزه في خط وانا في حته تانية، يعني عشان برضو انا في حته تانية، انا بتاع كارل ماركس وفريدريك انجلز اللي قاعدين حاجه تانية خالص. بس ده مش ده المهم، انا لن ادلي بدلوي في محاوله اداره دفه الحوار ناحيه الماركسيين، انا عايز اسمع قدر الاستطاعه لانه اللي قاعدين معانا خبراء زي ما الكتاب قال. كل الترحيب بضيوفي الاعزاء، سياده النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منور. عامل ايه؟ كله تمام؟ دكتور عمرو صالح الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، ازي حضرتك يا دكتور؟ خير، اهلا بيك. كله تمام؟ الحمد لله، كله زي دكتور فوق. هشام فريد خبير الزراعه البيولوجيه والتنميه المستدامه بهولندا من 88، موجودين هناك صح كده؟ نعم. دكتور يسري الشرقاوي طبعا رئيس جمعيه رجال الاعمال الافارقه واحد المع واهم الخبراء الاقتصاديين بافريقيا، منورنا دكتور. تنورك، عامل ايه؟ الحمد لله، كويس؟ كله كويس. ان شاء الله يتم تقديم كافة المقترحات حتى موعد أقصى يوم 11 فبراير، وإحنا كده بقينا فبراير صح الجاري، وبعد كده يتم تحديد مواعيد الجلسات. ويمكن الرئيس لما اتكلم قال أنا عايز حوار معمق عن الاقتصاد وكيفية إصلاحه، وعايز أسمع من صديقي العزيز محمد فريد. طيب، مبدئيا هي فكرة استئناف الحوار الوطني والتركيز على الملف الاقتصادي ده يعني إجراء يعني مهم جدا، بيلمس اهتمام الرئيس بالوضع الحاصل، بيتماس تماما مع الحديث بتاع كل الناس. كل الناس نقدر نتكلم فيه الشأن الاقتصادي والوضع الاقتصادي والأزمة اللي احنا فيها وهنتحرك منها ازاي. أكتوبر 22 كان في مؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل، وده كان مؤتمر مهم جدا لأنه حط خطوط رئيسية للأزمة اللي احنا فيها، نخرج منها ازاي، هنتحرك منها ازاي. النهاردة بعد كده حصل الحوار الوطني، كان جزء كبير من النقاشات كان معظمها داير في فلك المسألة الاقتصادية وإيه اللي ممكن يتعمل، موضوعات متنوعة جدا، وكان الحقيقة كان حوار ثري جدا، وكان في مقترحات مهمة جدا اتقالت، واهميته كمان كان التنوع اللي كان موجود فيه، لان انت كان عندك الطيف السياسي كله كان موجود، بالاضافه طبعا للخبراء والاكاديميين اللي كانوا موجودين. النهارده بناخد الموضوع كمان لمرحله تاليه ومتعلقه بقى بالنقاش على الوضع القائم الحالي، الحلول المرجوه ايه هي. في ظهر وثيقه صدرت من مجلس الوزراء بتاعت التوجهات الاستراتيجيه للاقتصاد المصري في الست سنوات القادمه، اعتقد دي وتم ارسالها كمان للحوار الوطني، فاعتقد دي هيتم النقاش عليها. عندنا قبل كده كمان وثيقه سياسات ملكيه الدوله، فبالتالي في مجموعه من الخطوط اللي بيتم وضعها لان احنا نطور رؤيه للفترة اللي جاية، هنعمل ايه، هنتحرك ازاي، دور الدولة هيكون ايه، الازمات اللي عندنا ازاي نتحرك فيها، الدروس المستفادة مما مضى ازاي. في تصوري هي مسألة ازاي ان احنا نطلق الطاقة الكامنة جوه الاقتصاد المصري، احنا عندنا بوتنشال كبير جدا لكن محتاجين ان احنا نحرره ونطلق الطاقة دي علشان نطلع لقدام، وده مش هيحصل بقرارات حكومية بس أو بتشريع بس، لكن نتيجة حالة من الحوار لازم تكون بين الأطياف كلها والأطراف كلها عشان يكون في توافق على الأولويات ونقدر نتحرك لقدام بقى خطوة بخطوة، ويبقى في عندنا أجندة وطنية لتحرير الاقتصاد بتاعنا والإطلاق. وأنا باخد الكلام ده برجع هنا على دكتور عمرو، وأنا عندي وضع سياسي شديد الصعوبة في المنطقة، المنطقة بالكامل تقريبا شديدة الاحتقان أو على الأقل فيما هو قريب مني. أنا عندي ليبيا وعندي السودان وعندي فلسطين، وأصبح في عندي الجبهة السورية الأردنية والضربات الأمريكية اللي بتحصل، وعندي في العراق وضربات أمريكية، وعندي اليمن السعيد للأسف لم يعد سعيدا، وباب المندب، وبالتالي وضع سياسي شديد الصعوبة. هتعامل ازاي مع هذا الوضع السياسي وانا بحاول ابني رؤية اقتصادية وبرتب اولوياتي؟ صحيح، انا سعيد اتكلمت على كتاب الاقتصاد واتكلمت على ماركس. طيب، والمناسبة ماركس دي كلمة شهيرة، قال لك جون سوي با ماركسيست، انا لست ماركسيا، لست ماركسيا، انا هو ماركس. لكن شوف، كلمة ماركس مهمة قوي، لان من فكر او فكرة تم تحوير هذه الافكار الى منهج ومدرسة خدتنا بعيد، خدتنا في حتة تانية خالص. فالفكر مطلوب والوثيقة مطلوبة، وسنرجع للوثيقة.
كتاب الاقتصاد علمنا ثلاث حاجات. يمكن انا هتكلم من 91، احنا مش قدام قوي، لكن عاصرنا فتره التسعينات وعاصرنا حاجه اسمها الاصلاح الاقتصادي، حاجه اسمها برياس، برنامج المصري للاصلاح الاقتصادي 91. وتعلمنا ان الاصلاح الاقتصادي، احنا دوله قديمه بالمناسبه في الاصلاح الاقتصادي، احنا مش دوله جديده، وشغلنا مع البنك الدولي ومع صندوق النادي الدولي، والبورتفوليو بتاعت البنك الدولي بتاعتنا كانت 2 مليار او 3 مليار في سنه 2013، النهارده فوق ال 40 مليار. يعني احنا دوله عندنا جداره ماليه وعندنا جدارة ائتمانية، ونعرف نتعامل ازاي مع الاقتصاد الدولي اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو بقى فيه انسرتينيتي من 2020. كنا زمان واحنا في الكلية واحنا صغيرين كنا بندرس ان الازمات الاقتصادية بتحصل كل 100 سنة كل 50 سنة. النهارده من 2020 الازمات الاقتصادية، والناس لازم تعرف هذا الكلام، ودي مش شماعة، الازمات الاقتصادية ممكن تحصل كل شهرين ثلاثة او كل فاللايف سايكل بتاعة الانسرتينيتي بقت عالية جدا. احنا بنعيش في عصر فيه انسرتينيتي بشكل كبير. هل تقدر تعمل خطه اقتصاديه؟ طبعا تقدر تعمل خطه اقتصاديه. هل ده يعني ان انا ما اقدرش اخطط؟ لا، انا عندي رجلين اتنين، صحيح ان عندي ضربات لكن عندي رجلين اتنين. اهم حاجه يكون عندك رجليك واقف عليها. ضربات هتاخد، ضربات هنتضرب، هنتخبط، هنقع، لكن ما دام رجليك القواعد بتاعتك ثابته هو ده المهم. احنا في مصر عندنا مدرسه اقتصاديه كبيره جدا، مش عايز اتكلم على اسامي، احنا تربينا يعني الله يرحمه استاذنا الدكتور علي لطفي علمنا، كان استاذ في الكليه علمنا كده، التنميه الاقتصاديه هي ضربات متوازيه متواليه في اتجاهات متعدده في وقت واحد. الدوله انا في وجهه نظري الشخصيه، وكلنا بنعشق هذا الوطن، الدوله كدوله ما قصرتش. الدوله عملت كل شيء، بنيه تحتيه، جذب الاستثمار، تعديل في القوانين، فيجن. وبالمناسبه انا يمكن يعني يختلف في شيء، الرؤيه مهمه جدا، بس انا شايف ان احنا مش محتاجين وثيقه، الوثائق كتيره جدا والافكار كتيره جدا، احنا محتاجين روشيت. وفرق بين روشيتا وفرق بين وثيقه. الوثيقه ورقه، لا انا محتاج روشيت موجوده بافكار وبرؤيه وبوقت زمني وبكي بي ايز. يعني انا عندي شخص هجيبه هقول له حضرتك هتقعد سنه سنتين، ادي الكي بي ايز بتاعتك، وطبعا الناس فاهمه عليك بي ايز يعني انديكيتور، مؤشرات اداء، حضرتك ما اديتش هذا العمل بهذه المؤشرات اللي متفق عليها، شكرا مع السلامه، نشوف شخصيه تانية، ويتم اختيار الافضل. فانا كان رايي ان احنا مش محتاجين روشيتا تحدد لنا الامراض بتاعتنا، او خلينا نقول الجابس او فرص التحسين، عشان نقولها بطريقه يعني ظريفه اظرف، فرص التحسين عشان نقدر نتقدم للامان، ولا سيما ان احنا عملنا كل شيء. اولا كتاب الاقتصاد علمنا، وحضرتك اتكلمت على كتاب الاقتصاد، ويمكن تجربه الاصلاح الاقتصادي علمتنا ثلاث حاجات، ان انا محتاج بوليتيكال ويل وتشامبيون، عندنا تشامبيون طبعا، يعني ده مش كلام عمرو صالح، ده كلام كتاب الاقتصاد. يو نيد تشامبيون، محتاج بطل وعنده اراده سياسيه. عندنا رئيس وعندنا بطل من حديد لا ينام، وكلنا مختلطين بساده الوزراء زملاتنا والناس شايفينهم ما بيناموش، بيشتغلوا 24 ساعة. عندنا consultative process النهاردة اللي بيتم، اللي هو الحوار الوطني ده consultative process، لازم زي ما قال زميلنا الفاضل إن يتم الإصلاح من خلال الناس، لأن ما فيش حكومة بتعمل إصلاح لوحدها. لو عملت إصلاح لوحدك تفشل. شوف الناس عايزة إيه ويلم الناس حواليك عشان تشتغل، ثم بعد كده يكون عندك الرؤية vision. فالرؤية طلعت والوثيقه طلعت، واتكلمنا على الوثيقه من فتره وقلنا الوثيقه ممتازه حلو، لكن انا رايي الشخصي وده هذا الكلام بقوله بقالي 25 سنه استاذ يوسف، مشكلتنا مش في الماكرو، مشكلتنا في المايكرو تحت. عندك رئيس وعندك قياده سياسيه وعندك ناس بتشتغل وعندك بنيه تحتيه اتعملت وعندك اعلام بيشتغل وعندك بعثات وعندك وزراء بيروحوا بنك دولي وصندوق نادي دولي وعندك ماركتنج رائع، لكن مشكلتنا في تحت في الجراس روت في الكريتيكال ماس، اللي انت بتنزل تروح اسم شرطه، تروح محكمه، بتروح المصلحه، ادخل محكمه، ادخل الوزاره شوف 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 الشغل لازم يتعمل هنا. وحضرتك يمكن اتكلمت على دوله مش عايز اذكرها، لكن انت اتكلمت عليها قبل واحنا في الحوار. شوف الدوله دي ماشيه ازاي من فوق لتحت. أوكي. من فوق لتحت كله ماشي بنسق واحد، لكن احنا للاسف عندنا مشكله في القواعد التنفيذيه في 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 الجراس روت، هي دي المشكله اللي موجوده. احنا محتاجين اللائحه التنفيذيه بتاعه الرؤيه. طيب هنا هرجع لدكتور هشام، واحنا بنتكلم يا دكتور هشام خبره طويله جدا، ويمكن برضه بعد شويه كمان عايز لازم ارجع لدكتور يسري.
عندنا خبرة طويلة جدا من دكتور هشام في العمل في أوروبا، من دولة من الدول اللي موجودة في السقف الأوروبي كده، سقف العالم زي هولندا. أنا النهاردة قطعت شوط كبير كدولة في مسألة الاستثمار الزراعي، اتساع الرقعة الزراعية، بشتغل على موضوع المية إلى آخره. بس وده انطلاقا بالمناسبة من الماركسية، علشان أقدر أوصل لده أنا محتاج الأول رأس مالية متقدمة جدا. يبقى أنا عايز أجذب استثمارات، وبالتالي أنا عايز الخبرات بتاعت بلاد برة تبقى موجودة عندي، وعاوز استثمارات من بلاد برة تبقى موجودة عندي في القطاع ده، أعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا لا أتقن الكلام عن الاقتصاد زي السادة الضيوف دول أساتذة طبعا. أنا بقول دايما أنا ما بعرفش أتكلم، أنا بفعل. حلو. احنا بعد الثورة حتى يعني ثورة يونيو انا عملت مؤتمرين اقتصاديين في جنيف وحضروا من وزارة الاقتصاد، وجبت ناس رجال اعمال من اوروبا وناس من البنك الدولي واساتذة في الاقتصاد مصريين في الخارج، وجبنا يعني حاولنا نعمل ماتشنج، نحاول ان احنا كان ساعتها نساهم في اعادة بناء الاقتصاد المصري. وعملت مؤتمرين يعني في 2014 و2016. كويس. انا راجل بطبعي ما بحبش اقول هعمل، يعني انا بطيء جدا في التحضير وكتوم جدا، ولكن بعلن، بقدم خطوات فعليه، بقدم خطوات. لان انا يعني انا من مدرسه الفعل، يعني هو الحوار الوطني ده شيء كويس جدا وشيء جيد، بس هو عمليه يعني ده رايي الشخصي انا، ان عمليه استمرار الحوار الوطني احنا بنتكلم طب هننفذ امتى؟ ما انا لازم اتكلم واقدم الافكار اللي هو اشوف حضرتك مين فيها المقابل للتنفيذ. لا ما هو حضرتك احنا عندنا بص، يعني هي دي حاجه عندي انا، كلما اتسعت مساحه النقاش وكثر الناس اللي بتتكلم لن تصل لشيء. معلش الاراء مختلفه، ولذلك الدوائر ضيقه الناس بتعترض. لا 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 بالعكس 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 لا هو يعني الكثره او الجوده مش في الكثره، يعني الجوده في زي ما قال الدكتور، قال لك احنا عايزين روشيتا. حلو. روشيتا انا بقى بقول الروشيتا، انا مش هتكلم الكلام هشام. انا احنا اتكلمنا قبل الهوا شويه، مش عايز اقول حاجه كفايه يعني اتكلم. لا احنا مش عايزين يلا بينا نبدا، عايزين نبدا يعني انا مره في حوار يعني انا في حوار سمعته مره واحد بيقول والله انا عاجبني موضوع الحوار الوطني ده وهقدم مقترح واطالب بيه ان هو يبقى طول السنه. كويس. طب طول السنه هنتكلم هنشتغل امتى؟ انا من انصار الحوار الوطني يا سيدي، بس سيبنا من انا مش ضده، انا عايز بص حضرتك، ايه الروشته اللي عملتها؟ ايه الروشته اللي حضرتك النهارده؟ دور الدوله ايه؟ دور الدوله هي انها ترعى المصالح للمواطنين. كويس. تحافظ على مكاسبهم. صح. توفر لهم السبل السليمة القانونية لأنهم يشتغلوا. وتدير المنظومة كلها وتراقب، ده دور الحكومة، وتيسر على المواطنين. صح. وتيسر على المستثمرين و يبقى لازم يكون في عندنا قانون استثمار فعلا يستحق ان هو يجذب المستثمر. انا صريح شوية هقول لك ان القانون الحالي لن يجذب المستثمرين، ومع ذلك أنا مش متشائم، لأن أنا شخصيا الشهر اللي فات أنشأت شركتين في مصر. طيب يبقى القانون بيجذب أهو. لا 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 أنا ما اشتغلتش لسه مع القانون. ده محامي اللي شغال، ربنا يكرمه. كويس. تمام. لكن أنا عملت إيه؟ عايزه في القانون يعني اللي بيشير إليه دكتور هشام وعاوز شايف إنه يحصل له تعديل. لازم يكون في ضمان للمستثمر إن أنا ما أجيش النهارده بعد ما أحط أعمل خطة لدراسة جدوى وتمن الارض كذا، تمني كذا، عماله كذا، عماله كذا، اجي افاجئ بعد سنتين، لا والله ده انت سعر المتر بتاعك ما كانش مظبوط، ده انت عليك 30 مليون زياده. دي خلصت لو عايز الحق يعني. انا ما اعرفش القصه دي خلصت. انا ما اعرفش يعني اصبح السعر شديد الوضوح بيتم التعاقد على الارض. لازم يكون في شفافيه وضمانات ان ده ما يحصلش، لان خلي بالك احنا بنعتقد ان اللي احنا بيحصل هنا مش بيسمع بره، لا بيسمع. يعني انا لو عاوز هقول لك المفيد، هقول لك المفيد بقى اللي هو العمل اللي انا بتكلم فيه. انا النهارده من 3 أشهر كنت هنا لان انا رايح جاي يعني. قعدت مع المستشار الهولندي الزراعي، ده كان جاي جديد فما كانش عنده الرؤيه يعني واضحه بالنسبه لمصر. قعدت اجتمعت معاه في السفاره هنا وقلت له والله كذا كذا كذا، هو كان رؤيته يعني شايف مجال البطاطس والموالح ان ده حاجه يعني عايز يعمل فيها شغل. حلو. انا قلت له لا
ما احنا لا مش ده اللي احنا عايزينه، لان انا راجل فاهم. احنا اكبر مصدرين للموالح، احنا عندنا النهارده في شركات. فانا عايز ازود مثلا استثماراتي لا في لا انا عايز اشوف حاجه ثانيه بقى. انا عايز ازود استثماراتي في الفول السوق. لا عايز استثمر في الصوب. ماشي. لان الصوب دي طفره جميله جدا. هل هم مستعدين لده يا دكتور؟ يا فندم احنا عملنا اجتماع وقال لي ايه رايك نعمل مؤتمر لما ترجع في هولندا. قلت له موافق. عملنا مؤتمر في هولندا ودعينا الشركات الهولنديه اللي عندها رغبه في الاستثمار في مصر. حضر عدد، يعني مش عايز اقول لحضرتك، احنا عملنا ورش عمل. الورش العمل اللي عملناها 3 ورش عمل، كل ورشة عمل فيها ما لا يقل عن 30-40 شركة. طب ما ده برضو أخذ يفكر ويفكر أو. لا بس بنفكر في إيه؟ ده الحوار الوطني. لا لا ده مش حوار وطني. يعني الناس بتتكلم لا لا وبتفكر. لا 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 ده مش حوار وطني. لا 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 ده مش حوار وطني، ده مصلحة. أنا حلو. عايز أشتغل. يبقى أنا لا بص حضرتك الشغل، ما هو إحنا نقول إيه؟ الحوار الوطني مش هيوصلنا لشغل. انا بقول لحضرتك كده وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. يعني الحوار الوطني هيعمل افكار. طب هنعمل ايه بالافكار دي؟ هنبتدي بقى ننفذ. حليني بقى. لا انا عايز انجز النهارده. انا انجزت النهارده. انجزت عمل. خليني انا عايز اكمل لك دي بقى. انا عايز اكمل لك دي. ما هو انت قطعتني. انا عايز اكملها لك. ما انا عايز ابقى مركز في الحته اللي بنتكلم فيها. ما انا هركز لك فيها اهو. الاستثمار ازاي بقى؟ احنا عملنا ورش العمل وكنا قاعدين زي الطلبه في الجامعه بنكتب الافكار. كويس. ده عايز وده عايز. السيشن ده بياخد ايه؟ ده السيشن ده 45 دقيقه. انا فاهم. خلاص طلعنا بالافكار. عملنا اجتماع للشركات اللي عندها الرغبه انها تروح مصر. كويس. عملنا الاجتماع في وزاره الخارجيه. حلو. حطينا البروجرام. حلو. حضرتك يوم 10 الوفد الهولندي جاي، جايب انا معايا 16 شركة هولندية نازلين مصر. أفندم 10 فبراير هنا. أنا أجيب يعني حضرتك هنا أجيب لك الناس كلها 6 أيام يعني. أيوة. طيب. البروجرام مكتوب يا فندم. الحلوة دي كتبنا البروجرام. إحنا بنشتغل من 8:30 الصبح لتسعة بالليل. خليني أتوقف عند النقطة بتاعت مع شركات مصرية. هتوقف عند النقطة بتاعت 10 فبراير الهولنديين جايين وهرجع لها مرة تانية. هنا هروح بقى للدكتور يسري. دكتور يسري برغم انك سبتني وطلعت كوت ديفوار من غيري وانا زعلان لكن هسال بواقع برضو خبره طويله جدا عشرات السنين في العمل مع اشقائنا الاصليين الافارقه، وانا عارف وجهه نظر حضرتك. المساله لازم تبقى رايح جاي طبعا. طيب انا هروح افريقيا وعاوزهم هم كمان يجوا لي، اعمل ايه؟ طبعا في الاول انا بشكرك وبشكر كل الزملاء الضيوف الكرام. انا بس كل اللي انا عايز اقوله، خلينا نقول على جزئيتين بساط بمنهجيه سريعه. انا شخصيا بؤيد دائما ان يكون هناك ثينك تانك، ان يكون هناك حوار وطني في افكار على كريتيريا وعلى معايير، يتم اختيار الكوادر الموجوده، نحلل الجوله الاولى بالحوار الوطني، نعرف الكوادر اللي كانت موجوده ليه وجات ازاي، هم تكنوقراط، هم مهنيين، هم اكاديميين، نسبهم قد ايه، عشان نعرف نوصل للسينك تانك اللي كان فكره هنقدر ننفذها وطلع بروز وطلع غراز. لان اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه كمان عندنا بورتال ويب سايت للحوار الوطني الكتروني كان ماشي بالتوازي مع الجلسات. المفروض نعرف نعمل كومبير ونشوف افكار كتير جدا من الناس، عشان الناس بتطرح دايما حلول. من كان شريكه في المشكله لابد ان يكون شريكه في الحل، عشان نقدر نحقق حلول كتير جدا. ده بالنسبه للحوارات. عشان ندخل جوله جديده لازم نغير المعطيات، عشان نغير الشق الشكلي، عشان نجد الموضوعي لازم يكون عندنا مشروعات تطرح على موائد مستديره في الحوار الوطني، مش مجرد ان جلسات استماع. لازم يكون عندنا نتائج معينه او قرارات معينه هيتم العمل عليها. ده قريب من كلام دكتور هشام برضه. يعني انا اقصد ان انا نغير هو الحوار الوطني المطلوب، لكن في كل جوله من جولاته لابد ان احنا نغير الشكل وحتى نخرج بمخرجات الموضوع. ده واحد. رقم 2 والمهم جدا، هناك بعض الموضوعات المهمه جدا يعني انا اي حد بيشتغل على حاجه قصيره الاجل وحاجه طويله الاجل. النهارده معدل التغير العالمي والجيوسياسي والظروف الاقتصاديه بتتغير كل اسبوع مش كل شهر كمان زي ما قال دكتور عمرو. عشان كده احنا محتاجين يكون عندنا قضايا تتحط وانس. يعني مثلا على سبيل المثال ما زلنا امام قضيه تتعلق بالاقتصاد الموازي، السيوله في الشارع. السيوله اللي في الشارع دي، الليكويديتي اللي موجوده دي بتاثر عندي في التضخم، بتاثر عندي في شراء الدولار وشراء الذهب، وبالتالي انا قطعت شوط قد ايه في الدفع الالكتروني، قطعت شوط قد ايه في ان انا اسيطر على السيوله دي. دي قضايا لازم تطرح وتوضع مباشره علشان خاطر نقدر نحل المشاكل المتراكمه على 40 سنه. لانك مستثمر عايز سعر واحد. بالظبط كده. فبالتالي لازم اعرف ان وجود سيوله في الشارع، وجود ليكويديتي في الشارع دائما هياثر عندك على كل القرارات اللي بتاثر في الماكرو كمان، ودي في الماكرو. الحاجه الثانيه، انا عندي مشكله كبيره جدا في كل الاوعيه الدولاريه. الاوعيه الدولاريه او
الشرايين اللي بتغذى الدوله الضريه عباره عن مصريين بالخارج، عباره عن صادرات، عباره عن سياحه، عباره عن استثمار اجنبي مباشر. كل وعاء من دول لازم احطه كده في الحوار الوطني عشان ما ننقلش الموضوع لانه جلسه استماع. لازم اعرف كويس قوي انا عملت ايه للمصريين بالخارج وجبت منهم قد ايه وانخفض الدخل قد ايه وهزوده ازاي. هي دي الامور وبالاجراء 1 2 3 4 لحد 5 ومين المسؤول عشان خاطر نقدر نحل. لكن القضيه كلها ما بين ان انا عندي عدد كبير جدا من الادوات والمؤتمرات والورش والزيارات الثنائيه واللقاءات دي كلها في الاخر لابد ان تنعكس على النتائج، هذا والا سنظل في مشكله كبيره جدا في النموذج الاقتصادي. الحاجه بقى الاهم جدا في افريقيا ان احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان 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 الاراده السياسيه كما قال الدكتور عمرو توفرت تماما للعمل مع في الملف الافريقي وتعزيز العلاقات الاقتصاديه المشتركه. لازم يكون عندك جيل متنوع من مجتمع المال والاعمال معاه برودكت مصري، هذا المنتج ده هو مؤمن بيه ويعرف كويس جدا معلوماته هيجيب ايه من افريقيا وينزل على الارض. احنا لما نزلنا على الارض الاسبوع اللي فات كنا في غانا وكوت ديفوار، عايز اقول لك الحياه اسهل مما اي حد يتخيل. لما كنا غانا في كوت ديفوار من غيرك لا انت بتاع شرق افريقيا، انت كينيا وتنزانيا، انت كينيا وتنزانيا وموزمبيق فبالتالي الناس عندنا فرص كبيره جدا. شركات المقاولات بتاعتنا عندنا فرص كبيره جدا. عايز اقول انه مثلا 400,000 لبناني في بلد 35 مليون في كوت ديفوار مفتوحه ومنفتحه لكل الشغل، محتاجين مننا مواد بناء، محتاجين مننا ملابس قطنيه، محتاجين مننا ادويه ومستلزمات طبيه، محتاجين مننا دكاتره على فكره موجودين ومرحبين جدا احنا نشتغل معاهم. كتير جدا من المصريين ما يعرفوش ان كوت ديفوار معاها اتفاقيه جمارك حره ما بينها وبين امريكا، يعني السوق الامريكي اصلا مفتوح على سوق كوت ديفوار بدون جمارك، وبالتالي انت محتاج تتواجد بمعلومه على الارض. تقدر طبعا تقدر وتشتغل كويس جدا. انا عايز اقول حاجه بقى معلومه ليك انت تحديدا هنا في الحلقه الجميله دي، مركز خدمه وصيانه سيارات، يعني يطلع اثنين مصريين مهندسين ميكانيكا بيشتغلوا في مركز، يفتح مركز خدمه وصيانه سيارات في كوت ديفوار يكسب $50,000 برمانس. جهز يا فريق بالشهر ست هندسه الميكانيكا من زمان بس نرجع تاني لو كده يلا بينا بامان. انا بكلمك بامان يعني اقصد اقول ايه ان احنا لازم نحط في اعتبارنا ان الملف الافريقي لو بتدور على دوله صفراء احنا بنستورد 13 مليون طن دوله صفراء في السنه من امريكا الجنوبيه. افريقيا النهارده فيها دول تقدر تديك دوله صفراء. افريقيا النهارده عارضه علينا وعارضه على زامبيا، عارضه على وزاره الزراعه المصريه، والكونغو عارضه أراضي 99 سنة في حزام القمح فري للمستثمر الزراعي اللي عايز يجي يستثمر في مية، في عمال، في موظفين، في معدات. وبالتالي احنا محتاجين مثلا فكرة يعني تطرح في الحوار الوطني، بان بقى على باب الحوار الوطني صندوق مصر السيادي اللي أسس 2018 عنده فرصة يعمل صناديق فرعية. لو اتعمل صندوق فرعي منه للاستثمار الزراعي في أفريقيا يجيب 10 مستثمرين معاه عشان يقدر يشجعهم جوه النواة. ما انا بتكلم انا بطرح احنا بنطرح ندورنا في احنا دورنا عشان نوصل للطرح ده. فبالتالي يقدر ياخد معاه الصندوق يبقى هو الرئيس. وبعدين تعالى النهارده عندك شركاء تنميه، يعني بنك التنميه الافريقي الان يبحث عن فرص للتنميه في القاره الافريقيه. فلما تيجي تقول له انا رايح ازرع في زامبيا ومعايا 3-4 شركات من مصر ومعايا صندوق مصر السيادي في صندوق فرعي، هيقول لك انا داخل معاك عشان نقدر نشتغل. لما تدعي مستثمر في دول الخليج تقول له انا بستثمر في زراعه في افريقيا، يقول لك انا معاك طبعا. لما اجيب هولندا بالمعدات الزراعيه، لان في مجلس اعمال هولندي افريقي على مستوى افريقيا عايز يشغل برضه شركاته وزرعه. فبالتالي انت امام نماذج يعني محتاجه يا استاذ يوسف. خلي بالك، واخر حاجه انا ممكن اقولها في حل مشكلتنا الاقتصاديه ثلاث حاجات: قضاء على البيروقراطيه، زياده مساحه الثقه، المانجمنت. نحن دوله لديها اصول، نحن دوله لديها تاريخ اقتصادي، نحن دوله مهما اشتدت الازمات ابقينا على الايفاء بالتزاماتنا في الدين الخارجي في اصعب الظروف، ولدينا تصنيف ائتماني جيد مهما تحدثت اكشاك التصنيف الائتماني. لكن نحتاج الى اداره ثقه، قضاء على البيروقراطيه. طيب انا استاذنكم، المناقشة كده وصلت لمرحلة أكتر من رائعة، لأنه بدأنا كلنا نشتبه باستثناء فريد. إيه أنا عارف بيقعد هادي وكده يطلق نيرانه في الآخر. هروح للفاصل وهنرجع نكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ انا ارحب بكل ضيوفي، مش هقول الاسماء من اول وجديد، بس هنا جه الدور ان انا ارجع بقى لمحمد فريد. قول لي بعد ما انت سمعت كل ده، وانا زي ما بقول كده فريد يقعد ساكت ساكت ويطلق نيرانه في نهايه الحديث كما جرت العاده،
طيب لا بصوا طبعا الكلام يعني كله مهم، هي المساله مساله امبلمنتيشن التطبيق. طيب عظيم جدا، بس خليني بس الاول يعني قبل ما نغرق في الكلام الحلو والتفاؤل، لا احنا عندنا مشاكل. احنا بنتكلم على فكره السيوله اللي موجوده، السيوله دي مش سيوله مواطن، السيوله دي نتيجه الحكومه، سياسات حكوميه. انا النهارده عندي بعاني من تضخم، ده نتيجه سياسات الحكوميه. عندي مشكله بتكلم في مساله مثلا اللي هي سعر الصرف، أزمة سعر الصرف ده، لأن أنا عندي سعر مصطنع، سعر اسمي اللي هو في البنك، وسعر حقيقي اللي هو في السوق اللي بنقول عليه السوق السوداء والسوق الموازي. لأن أنت في الآخر لما بتروح البنك لو عملت إيه مش هتجيب لك دولار، فده سعر اسمي، قول زي ما أنت عايز يعني سميه أي حاجة، لكن في نهاية اليوم ده الفرق ده نتيجة سياسات حكومية. طيب الحاجة الثانية اللي عندي أنا النهاردة لما بتكلم على فكرة تشجيع الاستثمار والدولة، أنا لازم أحدد الأول دور الدولة إيه يا جماعة؟ أنا الدولة المفروض تعمل إيه؟ ما هو أنا مش شايف أبدا يعني إن في أي وجهة في الدنيا أنا أسف تخلي إن الدولة يبقى عندها شركة سياحة، أو إن الدولة تروح تبني إسكان فاخر. فلازم النهاردة أعرف إيه أنشطة الدولة الأول، لأن ده اللي بيخلق لي إيه؟ ده بيخلق لي مزاحمة للراجل المستثمر اللي عايز يجي يستثمر. الحكومة بتزاحم المستثمر على الاقتراض من البنوك. الدولة تشتغل على الإسكان الاجتماعي لدعم فئات، بس تشتغل على الإسكان الاجتماعي وحتى لكن إسكان فاخر ليه؟ أنا بقول لك يمكن تكون عاوزة تستثمر. لا ما هو ده مش استثمار، يعني الاستثمار تاني برضو. احنا يعني خلينا بقى ايه يعني باك تو بيسكس بقى. انا النهارده الهدف في الالمان تدق الاجراس. أيوة. الاجراس تدق، المفروض لرخاء المواطن. فانا عايز المواطن يبقى حالته احسن. حالته احسن ازاي؟ ان انا قدامنا الدنيا كلها، الدول اللي فلحت وربحت ثابت السوق يشتغل، الدولة ريجيليتر ومراقب، وتضمن ان يبقى فيه تنافسية، تضمن ان يكون فيه مناخ استثماري جيد، تضمن ان ما يكونش فيه اي نوع من انواع التعقيدات وكلف. فاذا احنا عملنا ده واذا اشتغلنا على ده خلاص ساعتها هتقدر تلاقي ان الدنيا هتتحرك. لكن اللي بيحصل عندك ان التدخل الحكومي مرة والتانية والتالتة بيخلق تشوهات على كل مدى انت ممكن تتخيل. ففي الاخر بيطلع عندك الوضع اللي احنا فيه. عشان كده نرجع تاني لأهمية الحوار الوطني. أهمية الحوار الوطني ان احنا النهاردة احنا عايزين نعرف يا جماعة الدولة المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه. عشان كده كان مهم مثلا مسألة وثيقة سياسات ملكية الدولة. يمكن انا بتفق مع معظم اللي فيها، في بعض الجوانب ممكن اختلف فيها، لكن في النهاية ده مهم. لان النهاردة انا ايه اللي يخلي السوق يشتغل وايه اللي يخلي الاقتصاد يشتغل؟ ما هي مساله الثقه في التعامل بين الناس وبعضها، بين الافراد المتعاملين بما فيهم الحكومه نفسها. فالنهارده لما انا اقول انا والله عندي التوجهات بتاعتي، انا عندي هشتغل في كذا وكذا وكذا، القطاعات دي هتخرج منها خلال كذا وكذا وكذا، خلاص الدنيا بقت واضحه. اللي مهم بعد كده هي مساله التنفيذ والتطبيق. طيب كمان علشان نحدد الادوار والمسؤوليات علشان نعرف نشتغل، احنا محتاجين ان احنا نتحاور مع بعض. بالمناسبه في الحوار الوطني كان في الجلسات العامه، لكن بعد كده كان في كمان جلسات تخصصيه، وكان بيكون فيها مجموعه كبيره جدا من الناس الخبراء في الموضوع، وكان بيطلع منها حلول. فنرجع تاني، المساله كلها ان احنا النهارده محتاجين ان الدوله او الحكومه ترجع خطوتين ثلاثه اربعه لورا، تخرج بره مساله منافسه القطاع الخاص ومنافسه المستثمر، تدي المساحه للمستثمر، ان هي كمان مسألة التشوهات السعرية اللي حصلة دي لازم يكون فيها حل. أنا عندي أكتر من سعر. طبعا سعر. وبعدين تاني معلش أنا آسف يعني ما يعني اللي جبته قول يعني أنا النهاردة ما لومش على الناس، ما لومش على المواطن اللي بيروح بيحول الفلوس بتاعته من بره لجوه، بره المنظومة، طالما المنظومة مش شغالة. ما هو انا النهارده يا جماعه يعني في الاخر انا دوري كدوله ان انا اشجع المصري في الخارج انه يحول فلوسه وما يخسرش. بالظبط. وبالمناسبه لا صح على موضوع حوله 20% بالعافيه، مش حاجه اسمها ده. ما انا رديت الدوله ملهاش علاقه. لا يعني علشان بس يبقى الناس يعني هي المسألة عشان الناس تبقى هي المساله ان انا النهارده انا محتاج احفز الناس ان هي تشتغل واشجع الناس ان هي تشتغل، ومساله ان انا افرض قيود غير منطقيه يعني ده بيعطل الدنيا مش بيفيدها. فبالتالي تاني دور الدولة المفروض نتفق عليه ان هي الدولة تكون مراقب ومنظم للأسواق، وساعتها الدنيا هتمشي كويس. طيب انا هحتاج ان انا اخد يعني دقيقة والنبي، لان انا هيتقطع على ان هنا فيش فيها هزار. دكتور عمرو، اذا كنا بنتكلم في كده وتحديدا مسألة وانا هنا اتكلم من منظور الاقتصاد السياسي، انا ايه اللي في ايدي اعمله في ظل هذا الجو شديد الاحتقان؟ أسعار كل شيء زادت داخلة من مصر أو خارج من مصر، على الأقل بسبب شركات الشحن، التأمين العالي اللي بيحصل في البحر الأحمر، اللي بيحصل في أوكرانيا، ناهينا عن بقية المنطقة.
يعني انت زنقتني في دقيقه صعب قوي، لكن هحاول لك ثلاث كلمات. ربنا يخليك، دي ثقه. لا والله ده حدود. لكن في دقيقه، انا دايما اقول هذا الكلام، بقالي 25 سنه بنقول هذا الكلام. ما عندناش مشكله، ما عندناش مشكله اقتصاديه، ما عندناش مشكله اقتصاديه، عندنا مشكله اداره اقتصاديه. المنظومه والنسق، لسه جاي وانا بكلم مع ابني، فقال لي كلمه جميله قوي لازم اقولها. انا هاف تو جيف هيم ذا كريديت، يعني قال لي بابي دونت بلاي ذا بلايرز، بلاي ذا جيم، بلايم ذا جيم، دونت بلايم ذا بلايرز، بلايم ذا جيم. ما تعبش على اللعيبه، منتخب مصر ما تعبش على اللعيبه، اللعيبه زي الفل ممتازين، محمد صلاح ما فيش احسن، عيب على المنظومه كلها. فاحنا مشكلتنا في الاداره. كتاب الاقتصاد بيقول لنا ايه ال5 ام اللي حضرتك اتكلمت عليها، ال5 ام، ال4 سيز، ال3 اف، ال5 ام، مان، ماني، ماشين، مانجمنت، ماركت. عندنا فلوس، عندنا فلوس، عندنا شباب زي الفل، عندنا طاقه انتاجيه، عندنا 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 ماركتس، عند افريقيا ماركتس و110 مليون. مشكله في الاداره، محتاجين نعيد التفكير في المدرسه الاقتصاديه، وزي ما قال محمد بيه في دور الدوله. رجليتر محمد فريد، هرجع بسرعه الدكتور هشام عشان قال لي ما تفوتليش موضوع 10 فبراير. الناس دي جايه، الناس دي جايه. بص احنا ما عدناش نتكلم، احنا بنتكلم بموضوعيه وبخطوات فعليه. احنا عدنا 45 دقيقه، طلعنا بقرارات، خدنا من كل سيشن واحد، عملنا القرار، خدنا القرار في نفس اليوم، وعملنا الجدول، والجدول اتعمل. احنا من 8:30 لتسعة بالليل هنبقى شغالين، وفي مفاوضات مع شركات مصرية وتحددت، وكل شركة بعتها وعارفة ده هيقعد مع مين، وده الكلام ده احنا عملناه كله في قد ايه؟ في 3 أشهر. 3 أشهر بنشتغل مزيكا تمام. وفي شركتين اوريدي شغالين هنا هولنديين، واحنا هنزود ان شاء الله ده. بس لا، في حاجة تاني. لا الحل ايه؟ الحل إيه البلد؟ لا يا فندم، الحل انا ما كملش الدقيقة. الحل ان انت لازم الزراعة اهم شيء، لازم ننتج يا فندم. طبق اقتصاد حرب، مش عايزين نجيب من بره، كل من بلدك، ازرع من بلدك. لو لبسك اللي انت بتشتريه ده اقل جوده اشتريه. احنا لازم، مش هنطلع من اللي المشكلة احنا فيه. مش اقل جوده، ما احنا بنقول حتى لو مشكلة احنا مش اقل جوده يا فندم. احنا مشكلتنا في الدولار. انا الدولار ده انا عايزه ايه؟ عشان استورد؟ لا انا مش عايز استورد، انا هاكل اللي عندي. احنا كنا بناكل محلولة فرخه عشان في الاسبوع ايام الاقتصاد العظيم جمال عبد الناصر. ايوه ايام جمال عبد الناصر. ايوه يا سيدي، وعدينا. لا في الدقيقه بتاع الدكتور ناصر عبد الناصر نرجع. انا هقول لك ليه، بس انا هقول لك واحنا ماشيين ليه بقول لك عايزين عبد الناصر تحديدا. الوثائق المصريين مش عاوزين يعترفوا بالكلام. الوثائق والاوراق مطلوبه، لكن الاجراءات مطلوبه اكتر. الاداره الممكنه، صح، لان اداره بدون تمكين، بدون تمكين، بدون توسيع الفرصه لتمام حتى ان تحدث على النتائج. الاهتمام بالصناعه والزراعه، لا قول يعلو فوق الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي بخطوات. عينك على التصدير، ونستغل صحوه المصريين في حاجتهم للتصدير وللدولار، هذا الاستغلال الايجابي في المرحله المقبله بقوانين واجراءات. الامر الاداري المتعلق بالعقوبه والهيكله الاداريه، نحن نحتاج الى نموذج مصري وطني يخرج من الحوار الوطني، يكون حوارا وطنيا فعلا للقضاء على البيروقراطيه في الاقتصاد الجزئي. نحن لدينا مصيبه كبرى وكارثه في الاقتصاد الجزئي، في التعامل مع الافراد في مصالحهم الحكوميه، في المشاريع الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال، وهم عماد اي اقتصاد يريد ان يصبو ويحبو ويكبر وينمو. وبكل انا بس احب اشكرك على 20% اللي انت قلتها. لا 20% ليه بقى؟ لا يا مش مهم، مش مهم 20 مش وقت. ان انت بتقضي على حاجه مهمه جدا في الاقتصاد، اي بي سي في كتاب الاقتصاد، الانسرتينيتي. انك انت تخلق انسرتينيتي في الاقتصاد، عدم التأسف، شيء ممكن تخلقه جدا. اسوء شيء بيقلق الناس. انا عايز اكمل معاك، وان كنت ارى انه انا فعلا مش هزار، وهقترح ده على زملائي واداره القناه، ان احنا لو وقتكم هيسمح كل سبت نقعد نفس المجموعة وكأنها مائدة مستديرة. دكتور عمرو قال غالبا يعني هيبقى وقته ما بيسمح. بالعكس احنا هنحاول، يعني اذا وقتكم يسمح اتمنى انه يبقى كل سبت نبقى موجودين لحد ما يمكن احنا هنساعد قدر الاستطاعة في ايجاد حلول. انا عايز اشكركم جدا على وجودكم معايا، وديكم شفت هو لا اتكلمت عن كارل ماركس ولا فريدريك انجلز ولا قلت عشان ربنا يكرمنا بقى نطلع لقدام بقى كفايه بقى. ربنا مش هيكرمنا غير بدول. كل الشكر سيادة النائب محمد فريد، كل الشكر دكتور عمرو صالح، كل الشكر دكتور هشام فريد، كل الشكر دكتور اسر الشرقاوي من باب المناكفه، وما خدنيش معاك قدام. نورتوني وشرفتوني، واتمنى فعلا ان احنا نتقابل تاني السبت الجاي والسبت اللي بعده. الموضوع فعلا مهم، وانا فعلا مستفيد
بحضور حضراتكم، يعني بالنسبة لي ده فود فور ثوت. عشان تسمع من الهولنديين؟ طبعا هنجيب الهولنديين، انا موجود. لا هترجم لك انا. اشكركم جدا. وخلصت الحلقه لحد كده للاسف الشديد، وان كان ان شاء الله حالا يكون موجود معانا رجائي رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كان لنا العمر فنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.